الكرام مستمعينا الافاضل، شكرا للزملاء عبد السعيد السيد سيف بن عمير ابو عبد الله، وهنا ايضا سالم بن ركاض العليلي على هذا التواصل الجميل. وها هي انطلاقه جديده من انطلاقات التحدي، من انطلاقات الاثاره، من انطلاقات اشواط هذا المهرجان المميز الجميل، المهرجان 24. المقام هنا على ارضيه هذا الميدان في هذا الانطلاق المميز الجميل. نتابع معكم سويا مسيرة خامس أشواطنا في هذا الانطلاق المميز الجميل هنا الخاص بالقعدان اللقاية المحليات الأصايل، هنا أيضا لأبناء القبائل في هذا اليوم الجميل. نتابع معكم المسيرة، نتابع سراب على الصدارة وعلى المركز الأول لسيد أحمد بن علي بن سعيد بالصلف النعيمي، من ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. هناك مزعل على المركز الثاني، حمد بن نايع بن صاروخ النعيمي من يأتينا على ثاني المراكز، وفي المركز الثالث هنا المنطلق بهذه اللحظات بهذا الأداء الجميل والتحدي والإثارة يأتينا شاهين رامس بن عبد الله. هنا الصياد المنطلق بالتحديات الجميلة، هناك مكفي سالم بن حمد بن حودة العامري على المركز الرابع، وفي المركز الخامس، المركز الخامس هنا يأتينا سبرايس للسيد عبد الله بن علي بن يمعة الكعبي، يقدم هنا سبرايس بهذا الانطلاق المميز الجميل. هناك مياس علي بن بطي بن عيد الغفلي المنطلق بالتحدي هنا، او بن عبيد الغفلي المنطلق بهذا الاداء الجميل، والوصول هنا من مسعف محمد بن سهيل بن عويضان العامري محمد، يقدم لنا مسعف في هذا الانطلاق المميز الجميل على سابع المراكز. المركز الثامن ينطلق شاهين سيف بن راهي المسويدان لقتبي، وفي المركز التاسع ياتي هنا ايضا مشاكل، هنا حمود بن سري بن مسلم الوهيبي المنطلق بهذا الاداء على المركز هنا التاسع، وفي المركز العاشر، المركز العاشر حملول عبد الله بن قضيب بن عبد الله العواني المنطلق على المركز العاشر. هذه هي النتيجه للمراكز العشره الاولى المنطلقه في التحدي، المنطلقه بالاداء الجميل. نعود الى الصداره، نعود الى المقدمه، الى المركز الاول، الى صداره هذا الشوط. سراب المنطلق على الصدارة على المركز الأول، أحمد بن علي بن سعيد بالصلف النعيمي ينطلق على الصدارة على المقدمة، يقل شعار بن شهوان هنا بهذا الأداء المميز الجميل والتحدي والإثارة، ينطلق بصدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني، المركز الثاني هنا ينطلق بهذا الأداء الجميل مزعل حمد بن نايع بن صاروخ النعيمي من يأتينا على المركز الثاني، وفي المركز الثالث، المركز الثالث سبرايس هنا عبد الله بن علي بن يمعة الكعبي ينطلق بهذا الأداء المميز الجميل مع سبرايس المنطلق بالتحدي وبالإثارة. مياس علي بن بطي بن عبيد الغفلي قادم، وصل محمد، وصل محمد مع مسعف، مسعف مسعف محمد بن سهيل بن عويضان العامري من ينطلق بمسعف في هذا الانطلاق المميز الجميل والتحدي. المركز السادس بعيد عنا، وين المركز السادس؟ المركز السادس شاهين سيف بن راشد بن سويدان لكتبي القادم بشاهين في هذا الانطلاق الجميل، والوصول هنا ايضا من مكفي سالم بن حمد بن حوته العامري، وهناك من الجانب الاخر ياتينا مخلاب سالم بن محمد بن سريم الورع الاعفاري القادم، والوصول من قبل شكلاء مشاكل حمود بن سريم بن مسلم الوهيبي الوهيبي الوهيبي. والمركز العاشر هناك شاهين محمد بن سعيد بن غفان اليابري القادم ايضا بكل قوه وعينه على المراكز الاولى. اعود هنا الى الصداره، اعود الى المقدمه، الى المركز الاول، الى صداره هذا الشوط، الى سراب. سراب المنطلق على الصداره المندفع بالمركز الاول وسياره هذا الشوط. هنا سراب المنطلق على الصداره، احمد بن علي بن سعيد بالصلف النعيمي
على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر كل السيطرة على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المركز الأول. هنا القدوم، هل من قدوم؟ هل من قدوم؟ نعم لحقه، وهل بالطرايب؟ لاحقين هنا في هذه اللحظات، قادمين البحث عن الفوز وعن الناموس. هنا بهذا الانطلاق المميز الجميل، هناك القادم في هذه اللحظات مياز، علي بن بطي بن عبيد القفلي ومسعف محمد بن سهيل بن عويضان العامري، ايضا قادم في هذا الاداء الجميل. وهنا هنا الوصول، الوصول هنا الوصول من مشاكل محمود بن سليم بن مسلم لوهيبي لوهيبي، ضيف قادم من السلطنة هنا للمشاركة على أرضية هذا الميدان. هنا يأتي همنول عبد الله بن قضيب بن عبد الله العواني القادم بكل قوة، والوصول هناك أيضا هو التحدي من مخلاب سالم بن محمد بن سليم العفاري هنا بالورع القادم بهذا الأداء المميز الجميل، والتحديات الجميلة الجميلة في هذا الأداء المميز، ولكن لا زال سراب هو المسيطر حتى اللحظة على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المركز الأول في هذا الانطلاق الجميل. ولكن الله بدأ التسلل مشاكل مشاكل مشاكل، يتسلل على صدارة على المقدمة محمود بن سليم بن مسلم لوهيبي، من ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، مسعف في المركز الثاني، محمد بن سهيل بن عويضان العامري، وفي المركز الثالث المنطلق هنا مخلاب سالم بن محمد بن سليم العفاري، وابن سويدان قادم هنا مع شاهين سيف بن راشد بن سويدان الاكتفي، رباعية جميلة، رباعية مميزة في هذا الانطلاق المميز الجميل. ولكن هناك الصدارة 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 مع مشاكل مشاكل ومسعف، وهنا يأتينا مخلاب السلام الله، التحدي جميل ولكن مسعف يا ابو احمد على الصدارة، مسعف على المقدمة، مسعف على المركز الاول، مسعف اسم محمد بن سهيل بن عويضان العامري، شكرا لابن عمير على الترشيح. هو مسعف محمد بن سهيل بن عويضان العامري في هذا الانطلاق، سلام لدي الشبه، سلام وتحية واحترام هناك لابو احمد محمد بن سهيل بن عويضان العامري، سلام على هذا الفوز ابو احمد، سلام تهانينا والناموس. المركز الثاني وصل مخلاب السالم بن محمد بن سليم بن عفاري، المركز الثالث وصل هناك ايضا بهذا الانطلاق مشاكل حمود بن سليم بن مسلم لوهيبي، وعلى المركز الرابع وصل شاهين سيف رابع سويدان، والمركز الخامس مياس علي بن بطي بن عبيد القفلي. هذه هي النتائج للمراكز الاولى المنطلقة بهذا الأداء المميز الجميل، والتحدي هو الإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام بهذا الأداء المميز. التوقيت الزمني هنا مع مخرجنا المميز في هذا الانطلاق الجميل، والتحدي هو الإثارة هنا بهذه الانطلاقات الجميلة، ولحظة وصول مسعف 7 دقائق 35 ثانية هو توقيت الزمني. تهانينا لأبو أحمد محمد بن سهيل بن عويضان العامري على هذا الفوز المميز، مسعف سلام ندي الشبه، سلام على هذا الفوز الجميل والانطلاق.